مباراة رائعة وطويلة وحماسية بين كاجي وجدامبا خلتنا نحضر الخمس جولات كاملة. شو تعليقك عليه؟ شكرا مريم. أول شيء ألف مبروك لنيراتونغالونغ جدامبا. أنا بحب المقاتلين يطلعوا هيك بالشرس. شفنا كل شيء من ركلات للكمات للمصارعة للبي جي جي وشفنا كل عدة الأسلاح تابع جدامبا. ألف مبروك له. أنا 100% يستحق الفوز. بس إداعه لكوجي يعني أنا كتير منبسط فيه. حسيت كان عم بيصبر على دون المستوى المتوقع على 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 المباراة. تحسوا منه جاهز ما كان جاهز إيه بس ما حسيت عمل شيء ما جاب كل شيء معه. لما تشوفي جدامبا طلع بالركلات باللكمات دافع نفسه بالمصارعة بعدين استعمل المصارعة ينزل كوجي أويشي. وإذا لاحظتي إصابة على عين أويشي كانت عم تختلف كتير على المباراة عفوا. يعني شوفي أول شيء الأشياء الواحد المفروض يعرفها كوجي عمره ما دخل خمس جولات. فلو تاخذيه انه دائما خلص بالجولات الثلاثه الاولانيه صح. يعني دائما المباريات الاول ثلاث جولات فانت راح تاخذين عنده اخر جولتين فهذه ثلاث جولات اللي فيها هو من اصل اخر 22 مباراه فاز فيها كانت بالسبمشن يعني كان اخذها عفوا عن طريق الحكام فعن طريق الديسيجن عن طريق قرار الحكام فبهالثلاث جولات الاولانيه ما عمل شيء ممكن يساعد بالمره. يعني انا قلت لعلي لو وصلت للجوله الثالثه جدامبا يعني يا اخي اسمه رهيب. شو اسمه بتحسه هيك شخص قوي عرفت جدامبا هو ما هو مهن الشعب المنغولي دائما يكونوا قوي ومعروفين انه يحبوا المصارعه كثير بس اسمه ريو نيراتونغالونغ جدامبا. اي محظه سعيده انه يحيي واحد ناديه. شو زوجتك نادي لهذا البيت على كل حال. طيب نونو اي جدامبا كان مسيطر على اول ثلاث جولات فما كان اي هناك اي طريقه ممكن كوجي يفوز بالمباراه. لا حسد الشيء يعني كان حتى ممكن يخسرها بالضربه القاضيه. في كانت لمحات فنيه يعني شوفي احنا نتكلم عن المقاتلين خسروا اللقب بشرف. انا اعتبر كوجي خسر اللقاء بشرف ما استسلم ظل يقاتل الى اخر يعني نفس. خمس جولات يعني كان فعلا يعني طلع حتى طلع بكرامته وفي كانت في عده مرات اكل ضربه قلنا خلص هيدي اكيد 100% ضربه قاضيه خاصه بالجوله الثالثه والجوله الثانيه ولا الثالثه جدامبا اخذ الرير نيكد شوك ولا الجوله الثانيه كان ممكن الثانية. يفوز فيها من البدايه بس جدامبا روى عدة تقنيات اللي هي على الأرض روى تقنيات الركلات واللكمات في حتى مرات تشوفه قاعد يحاول ينزله على الأرض ويضربه بس أرجع وأقول كوجي حتى ولو خسر اللقب حتى ولو خسر الحزام خسره بشرف ما خسر يعني استمرت خمس جولات خلت المشاهدين يستمتعوا ويحصلوا قيمة الفلوس اللي دفعوها عشان يشوفوا المباريات. هل كان هناك عنصر مفاجأة يعني في المباراة؟ لا لا ما خسر مثلا من اول جوله ما خسر بسهوله ما خسر بطريقه واحده يعني انا لما حضرت المباراه دائما بقول يمكن الجوله الثانيه خلص الجوله الثالثه خلص يعني عاد عم يعطي عم بيزيد جدامبا يعني كل مره عم يتقوى اكثر واكثر بس ما كان في يعني مفاجاه هذا شو لاحظت ما كان في مفاجاه طبعا خساره اللقب ممكن تكون مفاجاه بس ما صار شيء واحد يقول وهذا يعني مو شيء طبيعي انضرب ضربه ما كان متوقعها خسر باول 10 ثواني فشيء غير متوقع لا اعطاك خمس جولات اعطى اللي عنده امتعنا صراحه وكانت المباراه لصالح جدامبا كوجي خسر تخسر يوم تربح اليوم اللي بعده وانت لازم تفكر كمان انه كوجي كان عنده اللقب رح يعمل كل شيء بايديه ليخلي اللقب معه ما زبطت معه هالمرة للأسف للأسف بس جدامبا يعني أنا خلص صرت فان لجدامبا يعني أنا يعني بالنسبة لكم استحق جدامبا استحق طب بجدارة أيضا بجدارة من أول جولة لخامس جولة لياقته كان أعلى لياقة شايفة بحياته وحتى أويشي كان عنده لياقته كثير كويسة كمان كان شرس بالمباراة تسكرت عين اليسار بعد الجولة الثانية تسكرت عين اليسرى صح فتلاحظي الذكاء جدامبا انه جدامبا قام يضرب ركلاته في عنده بالجوله الثانيه اللي هي تون هيل كيك اللفه وضربها بالكعب على الجهه اليسار فكانت ذكاء من مقاتلين اثنين وقلب اويشي كان كثير كبير انه ظل يقاتل بطل. الى اخر لحظه بطل
والله يستاهلها جدا صراحه. انا عن نفسي عجبني كثير. اي لك سيطر على المباراه بالكامل. انت تعني خمس جولات. انا معك مريم 100%. كنت عم بقول لك وكنت عم بقوله لريو، انا ما كنت عارف نيرتونغ لونج جودامبا قبل هالمباراه، بس انا صرت نمبر 1 فان لنيرتونغ لونج جودامبا. لقيته بعد المباراه قلت له لك بدي صوره معك لو سمحت. اي شفتها ليه ما اخذتني معك؟ والله ما عرفت انك كنت بدك تجي معي. اكيد. ثاني مره ان شاء الله اختك معي. اوعك تنسى. شكرا زيو وشكرا علي.